النهارده الموضوع مختلف، يعني النهارده في اخبار ان مارتينيول هناك احدى الشركات لوكلاء اللاعبين عرضت على الاتحاد المصري مارتينيول اللي حابب ان هو يجي. مارتينيول له تجربه سابقه مع النادي الاهلي قبل كده، ولكن بالمناسبه برضو علشان الكلام الكبير او الكتير المنتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي وفي المواقع المختلفه، احنا تواصلنا مع مارتينيول شخصيا، مش واحد، مش مثلا شبيهه ولا لا، احنا تواصلنا مع مارتينيول شخصيا، عمر البنوبي تواصل معاه شخصيا ونفى ان هو يكون عرض نفسه نهائيا على منتخب مصر. ده برضو من ضمن الاسماء المطروحه على الاتحاد المصري لكرة القدم، فكلمنا مستر مارتينيول وقال ان هو لم يحدث اطلاقا التواصل من قريب او من بعيد. مثلا في وسط الهيصه كده الدنيا ماشيه. فالدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ محدش عارف، ايه اللي هيحصل كمان 10 دقائق، كمان ربع ساعه؟ امبارح انا كان عندي قناعه من المصادر اللي عندنا ان فنجاده وضياء السيد ومحمد شوقي، كابتن ضياء السيد وكابتن محمد شوقي وكابتن عصام الحضري، هو ده التشكيل لمنتخبنا الوطني، الاداره الفنيه او كابتن سامي الشيشيني مدرب عام. فدي كانت القناعه اللي عندنا. النهارده لا، الموضوع مختلف، كل شويه بنسمع حاجه وكل شويه مصدر بيقول لنا حاجه، ما كل واحد فينا عنده مصادره، فبنسمع من هنا وبنسمع من هنا وبنسمع من هنا علشان نصل في الاخر مين اللي هيمسك منتخب مصر.